غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مساء الخير يا فندم. سعادة القس مقر نصر الله عبد الله موجود؟ فندم هو موجود، بيجي امتى لو اتكرمت حضرتك؟ حضرتك طلبوا مني ان انا متابع حضرتك بصراحة. هو عارفنا حضرتك، حضرتك اللي بنته؟ طيب ماما موجودة طيب؟ عندك كم سنة انت حضرتك؟ ما شاء الله يعني كبيرة ما شاء الله. هل حضرتك بتقرأ في الكتاب المقدس الصغيرة الفضلة؟ اكيد طبعا. يعني ليك قراءات في الكتاب المقدس؟ طب حضرتك بالنسبة مثلا يعني نصوص صعبة شوية محتاجة تفسير خاصة لأختي كريمة في سنك يعني. بس انا ما اقدرش اسمع حد، ما اقدرش اقول حاجة يا بابا، طبعا يبقى اكتر مني. لا لا انا بقول لحضرتك على اساس ان انت سيدة يعني. معذرة. اللي كنت بقول لحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال في حزقيال 23:20 نص غريب شوية، يقول أشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومليون كمليون الخيل. يعني إنسان كيف يتقبل كلام مثل هذا، يكون كلام الله سبحانه وتعالى؟ ولو حضرتك عندك بنت صغيرة أو حتى طفل صغير، إزاي يقرأ كلام زي كده؟ وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومليهم كمني الخيل. يا رأي سعادتك. انا اسفة، انا بفضل اقول لك اي حاجة. اولا انا ما عرفتش حضرتك، مش هفضل لك اي حاجة. حضرتك متخصص في مقارنة الاديان، بحث في الاديان، وليه برنامج يعني بابا عرف حضرتك منين؟ ليه برنامج برنامج في البلتوك، ليه قناة اسمها مسلم كريستيان ديالوج او غرفة متأسف من 12 سنة، وعملت مناظرة مع سعادة القس عبد المسيح بسيطة بالخير من شهر ونص، وكان موضوع المناظرة هو هل اعلن يسوع من هو الاله. وبعد كده المفروض اعمل معاه مناظرة تانية، وسعادة القس هرب من المناظرة لان موضوع المناظرة التانية كان صعب، عصمة الكتاب المقدس. فحضرتك في كلام يعني صعب، حتى هو القس بسيط كان عاملين معاه لقاء وبيقول في كلام في الكتاب المقدس، مع احترام سعادة المتأسف، كلام جنسي. اللي انا اقصده حتى لو نفترض ان الكلام ده رمز، مش المفروض الاله يختار الفاظ، هذه الالفاظ لا تخدش الحياة، ولا انت مش معايا حضرتك؟ ما انا بقول لحضرتك هو يعني لو ضروري انا عايز بابا علشان يفكرني في الحاجات دي، بما ان حضرتك يعني المقارنات ما بين الاديان، فطبعا طبيعي ان انت هتختار ناس معينه هي اللي تديك اكتر. لا صحيح. اما تبع امرئ الدين، اما ناس يعني مش ناس عاديه بتقرا بس وخلاص، يعني ناس عايزه فعلا تعمل مقارنات. طيب. انا ممكن اديك الموبايل بتاعه وحضرتك زي ما انت عايز، لان هو مش منتهي. انا اولا بشكرك على ادبك وسعه صدرك، ولكن انا اقصد أنا أقصد سعادتك يعني اللي أقصده لو تكرمت حضرتك، إن أنت كإنسانة، كسيدة، كزوجة، كبنت، هل سعادتك الكلام ده ينفع؟ يعني أنا أما دلوقتي أنا ما بسألش قس أو رئيس كنيسة أو رجل دين أو عالم، أنا بسألك كإنسان بسيط بيقرأ الكتاب. هل قلت له أنا إنسانة طبيعية جدا وعايزة أعرفه أكتر، بس ما اقدرش اقول لاي حد اي حاجه، لاني انا مش فقيه ومش لما بعرف الانجيل باخد كل حاجه بعمل لها تفسير. فلا، لو حضرتك عايز تقول الصح قوي او الحاجه المضبوطه، وبما انك بتعمل مقارنات على الناس، يعني انت ممكن تفتح اي حاجه في عنك وتجيب تفسير صح من الناس. صح. شوف حضرتك انت مش اي ملحد عادي ممكن تتكلم معايا وتجيب لي تفاصيل. لا لا بس حضرتك في منتنا غلط. انا انا فاهمك، ثانية واحدة بس لو اتقعت. انا فاهمك، اللي انا بقوله لسعادتك الان، انا ما عنديش مشكلة التفاصيل، يعني انت هتقول ده رمز مثلا للمشكلة، انا مشكلتي الان في اختيار الالفاظ.
يعني انت اوكي انت ممكن تقعد مع اي اب كامل في اي وقت تشوف ليه الحاجات دي مكتوبه. طيب مش هتقبر الطقس او كده، وبما انك يعني على البالتوك يعني ممكن تفتح اي حاجه تعملها. ممتاز. زي ما قلت سعادتك القمص عبد المسيح بسيط المفروض يعتبر يعني افضل واحد في الكنيسه المصريه، ليه عدد كتب لا تعد. انا ما اعرفش الصراحه في حد افضل ومش افضل، انا ما اعرفش كده، انا عارف ان هم كلهم اباء كانوا وكلهم مطلعين اكتر مننا بكتير، وكل واحد عارف هو بيقول ايه بالظبط. ده الكلام انا اعتقد ان لو انت بتعمل مقارنات فعلا او سؤال مش بتاخد من واحد، انت المفروض ان انت بتفتح مع كذا كاهن من كذا بلد ولا من كذا مكان عشان كذا تاخد الإجابة الصح أو تاخد اللي حضرتك عايز تفهمه. طيب، أنت عارف إن كلامك طيب جدا، وأنا عملت نفس الكلام. أنا حضرتك بقالي أكتر من شهرين بتصل بعلماء الكنيسة المصرية الكهنة على الهواء مباشرة وبسألهم أسئلة في المسيحية وإجابتهم مثل إجابة سعادتك لي. وحضرتك مش مصدقاني، ادخلي برنامج، ادخلي الإنترنت، ادخلي متأسف. ادخلي في عندك رابط للغرفة اسمه مسلم كريستيان ديالوج، الرابط ده موجود فيه جميع الاتصالات اللي عملتها مع كهنة الكنيسة المصرية، اكتر يمكن من 400 اتصال. اتصلت بالانبا بسنتي، اتصلت بالانبا موسى، اتصلت بالانبا مرقص، اتصلت بتدرس يعقوب مرطي، اتصلت بعلماء المسيحية المصرية، بقالي شهرين بتصل بيهم. والله اقسم بالله الاجابات بتاعتك ما تفتري عنها، ما في فرق. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اعتقد ان طبيعي بما ان حضرتك بتعمل مقارنات يعني انت ممكن تشتري اي كتاب في اي وقت. انا عندي حضرتك مكتبه كامله مسيحيه، عندي مكتبه كامله مدخل، يعني انا ابونا تدرس عندك كل التفاصيل. انا كلمت انت عارف ابونا تدرس تاخد مرات، قال لي ايه؟ في الاخر من نص ساعه في الاخر قال لي ايه؟ قال لي طيب اتصل بيا بعد اسبوعين. لا طب اديني، طب انا ابعت لك ايميل، مفيش رد يا مدام. طب انا اقول لسعادتك حاجه، مثلا تدرس يعقوب ملطي، طب ايه راي حضرتك لو استشهدت بتدرس يعقوب ملطي بيتكلم على انجيل يوحنا بيؤكد بالدليل والبرهان ان انجيل يوحنا الاصحاح 21 العدد 24 25 الكاتب ليس يوحنا، وكاتب هذه النصين غير معروف، وهذا من تدريس من تفسير تدرس يعقوب ملطي، ايه راي سعادتك؟ انا بقول لك انا مش هقدر، حتى لو انا عارف المعلومات كلها انا يعني ما قدرتش اقول لك كل حاجه عشان ما اقولكش حاجه غلط. لا انت انا مسؤوله عن حاجه بتكلم غلط. اللي انا بقوله لحضرتك ان ما في فرق بينك وبينهم. ولا اجيب لك مثلا تفسير الاب متى المسكين، تفسير الاب متى المسكين بيتكلم مثلا على انجيل مرقص بياكد بالدليل والبرهان ان مرقص بتنتهي في العدد 8 من عدد 29 اضافه لاحقه، اللي بيقول الكلام ده الاب متى المسكين في تفسير انجيل مرقص الاب، فهذه علماء الكنيسه المصريه وسعادتك. فهمتيني؟ طرق واهلا وسهلا بك وفي امان الله. اللهم اعطي لي رقم يا صاحبي. وسام عبد الله، الاسم وسام عبد الله. شاكرين، مع الف سلامة. مع السلامة. انا قطعت الصوت عشان اخد الرقم منها، قطعت الصوت عشان اخد الرقم منها. الموضوع ده مضايق بسيط جدا، مضايق بسيط جدا، ان الوقت العملية مش الكاهنة بس. لا، ممكن زوجة الكاهن، ممكن بنت الكاهن، ممكن ابن الكاهن. فمضايقهم الموضوع ده، مضايقهم جدا 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 يعني جدا، ما تتخيل يعني. شوف واحده زي كده عندها 25 سنه، يعني وضع ثقه تامه في الكاهن، يمين يمين يسار يسار، ولا دعوه بالكتاب المقدس ولا اسال اي كاهن عنده تفسير، مش مشكله، مالهاش شخصيه. يوم القيامه لما يجي ربنا حاسبها يقول له قلت له اسال الكاهن، اسال الكاهن. بس القس اسمه رافضي. الزهر هي بتتصل بيه، الزهر هي بتتصل بيه الان. الزهر بتتصل بيه، اسمه غريب، اسمه زي اسم واحد رافضي. ايوه ما هي مؤدبه طبعا. محدش يقدر يقول المؤدب مش مؤدب. محدش يقدر يقول لا. ممكن
صح ده مش بيزي ده مقفول صح صح كلامك صح نعم صح قفل الموبايل عشان ما اتصلش به تمام اللي بعد سافير يا فندم ايوه بس معايا سعاده القسم متاوس فين مع عبد الله ايوه وسام عبد الله مع سعادتك نعم وسام عبد الله مع سعادتك اهلا بيك اهلا بيك يا فندم لعلك بخير والله ما يؤمر عليك ظالم لا في نص جميل قراته لبطرس نعم النص لبطرس مستعدين بوقت كل ما يسالكم عن صواب الرجاء الذي فيكم بكل وداع اخوك مستعدين لا الصوت واضح سعادتك انا سامعك كويس يعني ايوه مستعدين لمجرد كل ما نسال ايوه في امكانيه اسال حضرتك سؤال لو تكرمت ايوه بالنسبه لحضرتك بولس يقول في رسالته الى كورنثوس الاصحاح 15 عدد 28 ومتى اخضع له الكل حينئذ الابن سيخضع للذي اخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل يعني كيف يكون يسوع خاضع لله في العالم في يوم القيامة مستعدين لجواب كل مسألة ولا في يعني إجابة عن السؤال يعني كيف يكون يسوع خاضع لله يوم القيامة كيف يكون الابن خاضع لله طب حضرتك ايه بالظبط او يعني قاعد في انا اسمه سامع عبد الله سعادتك وانا باحث في الاديان انا عايش في امريكا سعادتك السؤال كان في اسمه سامع عبد الله عايش في الولايات المتحده الامريكيه ودارس في الولايات المتحده ودارس في الاديان يعني ف البحث ما ينفعش في التليفون في كتب كتيره عندي كتب حضرتك عندي حضرتك كتب عندي كتب عندي مكتبه ما حضرتك اقرا القراءة ما الكتاب ما بيردش عليا حضرتك الكتاب ما بيردش خالص لا لابد يكون في حوار في كتب سيدنا البابا وفي كتب ابونا فندرس يعقوب اللي عندنا شوي ايوه اللي عندنا كلها خطيره انا عندي كتاب حضرتك في ايدي دلوقتي اسمه لاهوت المسيح للانبا شنودة بيتكلم فيه على لاهوت المسيح ايه الدليل على لاهوت المسيح 12 استنتاج الدليل استنتاجات يسوع لم يقل الدليل على لاهوت يسوع استنتاجات واجيب لك بالنص اهو وبالحرف ما ده في كتاب لاهوت المسيح وانت سمعنا حضرتك اهو بقلب الصفحات حضرتك مش كويت ولا امريكا ده اللهجه دي واحد كويتي سعادتك دي ده اللهجه دي كويتي نعم اللهجه اللي انا بكلم بها سعادتك كويتي حضرتك قلت الأرض كم مرة أنا قعدت الكويت، دلوقتي بتقول في أمريكا. أنا قلت الكويت سعادتك؟ أنا قلت الكويت. لا أنا مش في الكويت حضرتك، أنت يعني الأخ اللي بيتكلم مع حضرتك القصة بيقول كلام غلط. هل هينفع في التليفون إن أنا أرد عليك وأجاوبك؟ طيب حضرتك انت ما عندك القنوات التلفزيونيه ما بتشوفش الشيوخ المسلمين بيتصلوا بهم برامج على الهواء مباشره لو يردوا حضرتك الهواء دي وقت انما دلوقتي احنا في محاضرات وفي ايه المشكله صح وفي حاجات ايه المشكله؟ ايه مستعدين لنجاوبك كل ما اسالك عن سبب الرجاء ليه المشكله؟ المشكله ان انت يكون ما عندكش رد حضرتك مفيش جواب انت لو اتصلت باي شيخ لو اتصلت باي شيخ مسلم هيرد عليك انما مع احترام سعادتك طريقه الناس ما ينفعش التليفون مع احترام ليك ده هروب لسعاده القصه. هروب يعني بشكل مهرب؟ ما حضرتك ما تردش ايه طيب؟ ما بتردش الراجل يعني ما انا بكلمك بكل ادب واحترام تقول لي ما ينفعش عن طريق التليفون، هل في نص في الانجيل ما ينفعش عن طريق التليفون؟ انا بسالك سؤال في الدين يا حضرة الفار يا حضرة الفار بس التليفون دي انا اول مره اسمعها يا حضرة الفار اول مره يا حضرة يا سعادة قسم تاوس الاستاذ الفاضل اللي معاك القصه اللي بتاعك اللي معاك انا سعادة الفاضل دلوقتي انا الوقت انت مطالب من كلام يسوع ان حد يسالك سؤال بتجاوب مستعدين لاجابه كل من يسالكم المفروض تجاوب ما تقوليش تليفون او مش تليفون من ينكرني امام الناس انكر امام الراجل الذي في السماوات. عدم الاجابه انت ما عندك رد. المهم الراجل بيقول لي اتصل بيها بعد ثلاث ايام. بيقول لي اتصل بيها بعد ثلاث ايام. اللي قاعد جنبه
ان واقف جنبه يعني كلام مهم جدا كان ممكن المفروض يتسجل طبعا. انت ما سمعتوش الجزء الاخير، واحد جنبه قاعد يقول له ده بيذاع الكلام ده الان على الانترنت، اللي قاعد يبلغه بيقول له، لان تقريبا اخونا اسمه خليل اتصل بقى بكده وخليل من الكويت بيقول لي ده في الانترنت وبيذاع الان على الهواء، يعني قاعدين معانا في الغرفه، موجودين في الغرفه. شوف كلام مهم ازاي، كلام مهم جدا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. سعاده القس رئيس بشرى عياد. مين معايا؟ ايوه، هل حضرتك سعاده القس رئيس بشرى عياد؟ ايوه مين معايا؟ مساء الخير يا فندم، وسام عبد الله مع سعادتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. الله ربنا يباركك يا فندم، ربي يباركك ويبارك خدمتك وتعب محمتك. سعاده الفاضل الكريم، انا يعني طارق الانجيل، هو في نص جميل يعني من لبطرس، مستعدين لمجابهه كل ما نسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فكنت عاوز اسال حضرتك، يعني انا اللي اعرفه من قراءتي ان يسوع كان على الارض كان خاضع للاب، صح ولا غلطان؟ كان خاضع للاب، يعني الابن كان خاضع للاب في فتره وجوده على الارض، مظبوط؟ نعم. ماشي، يعني هو التليفون للمناسبه مش حضرتك ما ينفعش اقابلك، انا بكلم حضرتك من الولايات المتحده الامريكيه، فلا في امكانيه يعني. فحضرتك الان يعني انا فهمت حسب الاطلاع على الدين المسيحي ان فتره وجوده على الارض كان خاضع لله، لكن طبعا حسب ايمانكم، ويا ريت تصحح لي سعادتك، عندما يصعد الى السماء وفي يوم القيامة يسوع لم يخضع للآب، لأن يسوع حسب إيمانكم مساوي للآب، ولا أنا غلطان حضرتك؟ نعم؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل تحت أمرك. موضوع عقيدي كبير، عايز وقت طويل عشان يتشرح. أيوه اتفضل. فمش هينفع في التليفون. يعني ده سؤال بسيط حضرتك، هل يسوع يوم القيامة هيكون لاهوت كامل؟ ويسوع في نفس يعني انا ما عندناش يعني ربنا يسوع المسيح ايوه يعني الكتاب يقول اعطى الحكم ايوه او الديونه للابن، ممتاز، يعني هو اللي هيدين العالم. احسنت، يعني يسوع يوم القيامه هو الديان، تمام؟ طبعا. اذا الديان المفروض يكون هو ايوه، ممتاز، يعني احسنت، يعني الديان المفروض يكون الله سبحانه وتعالى، مظبوط؟ ملبس ايوه تمام. اذا يوم القيامه يسوع هو لاهوت كامل، ليس نسيك لاهوت كما الارض، هو لاهوت كامل، هو الله الديان، مظبوط حضرتك؟ بالظبط. احسنت. طب ليه حضرتك نقرا في بيتكلم بولس على في الرساله الاولى كورنثوس من الاصحاح 15 بيتكلم على يوم القيامه سعادتك؟ فلاحظ هنا سعادتك من العدد رقم تقريبا 20، فبيتكلم على يوم القيامه ويقول سعادتك، ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار بقولة الراقدين، فانه اذا الموت الانسان بانسان ايضا قيامه الاموات، لانه كما في ادم نموذج الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في ردته، المسيح بكوره ثم للذين المسيح في المجيء، وبعد ذلك النهايه. الان بيتكلم على القيامه، متى سلم الملك لله الاب؟ متى ابطل كل رئاسه وكل سلطان وكل قوة؟ لأنه يجب أن يملك الأعداء تحت قدميه، ولكن حينما يقال أن كل شيء قد أبضع فواضح أنه غير الذي أبضع له الكل. الآن الشاهد سعادتك، ومتى أبضع له الكل؟ حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أبضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. كيف يكون الابن خاضع لله؟ يوم القيامة. يوم القيامة سعيد. السيد المسيح أيوة. اللي كان مظهورا نعم. رأس الكنيسة. نعم. رأس الكنيسة. نعم. فلأن شبهنا في طبيعتنا البشرية. نعم. فهو رأس الكنيسة. نعم. الكنيسة عبارة عن أعضاء في جسد السيد المسيح. نعم. فإن كان لانه لابد طبيعتنا سيخضع الجسد سيخضع له وهو يخضع للآب السماوي بمعنى ان البشريه كلها ستخضع للله، لكن عشان لابد طبيعتنا فهو يقول كده سيخضع له الكل
ويكون له الكل في الكل. لاحظ سعادتك انا اول ما سالتك من انه هو رب في الكنيسه. طيب ممتاز. لاحظ سعادتك انا اول ما كلمت معاك على فطر، يعني قلت في خطوتين، الخطوه الاولى مكان يسوع على الارض، والخطوه الثانيه والمرحله الثانيه يسوع في الدينونه والملكوت او في الحياه الابديه او في القيامه. حضرتك اكدت قلت لنا ان يسوع على الارض كان خاضع للاب، لان زي ما حضرتك تفضلت كان عبارة عن ناسوت. ممتاز. لكن احنا بنتكلم الان عن يوم القيامة. هل يوم القيامة في ناسوت ولا عود سعادتك؟ هل القيامة فيها ناسوت؟ السيد المسيح تبدأ مهمته اللي فيها التجسد والفداء على الارض. لكن عايز اقول ايه، ان السيد المسيح هو رأس الكنيسة. هو رأس الكنيسة. الكنيسة في غطاء للآل السماوي. ايه هي الكنيسة؟ هي اعضاء الجسد المسيح، يعني المؤمنين نفسهم هم اعضاء للسيد المسيح. والاعضاء للسيد المسيح هو رأسهم. رأس الكنيسة. لا مش أرمسس بقى، أنا أقرأ لك حضرتك رسالة أولى كورنثوس الإصحاح 11 العدد 3. وإما رأس المرأة فهو الرجل، ولكن أريد أن تعلم أن رأس كل رجل هو المسيح، ورأس المسيح هو الله. الله هو رأسه، يعني الله فوق المسيح، المسيح ليس هو الله، الله فوقه سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية اللي سعادتك بتقول، طيب بص يا باشمهندس، الله يرحم حضرتك حاجه، اتفضل. في نقطه لازم نفهم ان السيد المسيح فيما هو احنا اعضاء في جسده، احنا اعضاء في جسده، احنا هذا الرجل راس المراه، كما ان المسيح هو راس الكريم. ايوه انا فاهم حضرتك. الان هناك في مشكله هقول لحضرتك وتعلم دلوقتي. الكتاب المقدس بيتكلم على ثلاث مراحل هيكون فيها المسيح. المرحله الاولى عندما كان على الارض، المرحله الثانيه اللي هي الصعود، المرحله الثالثه يوم القيامه. في اي مرحله من هذه المراحل كان يسوع لاهوت كامل؟ يعني ايه لاهوت كامل؟ يعني انت سعادتك بتقول ان يسوع ناسوت لاهوت وانه كان خاضع للاب على الارض. اقول لك ممتاز. هل يسوع خاضع للاب على الارض؟ هتقول لي نعم. هل يسوع خاضع للاب في السماء في الصعود؟ هل يسوع خاضع للآب يوم القيامة؟ طب إذا كان خاضع للأرض وفي الصعود ويوم القيامة، متى سوف يكون لاهوت كامل؟ ها متى؟ هل هناك مرحلة ما؟ إذا كان هو على الأرض خاضع لله، يوم القيامة هو خاضع لله، يصعد إلى السماء هو خاضع لله، أمال أنت يسوع يكون لاهوت كامل؟ ها أنت يكون مساوي للآب؟ لماذا الآب لا يخضع للابن؟ لماذا الابن هو لا يخضع للآب؟ اتفضل يا سعادتك السويس بشرى عياد. لا لا بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الموضوع ده طويل وعايز اشرح. عاوز ايه؟ مش هيرجع بالتليفون. وانا ورايا شويه حاجات كده، معلش. عايز موضوع، عايز قاعده، يعني ما ينفعش ده بيدرس في كليات اللاهوت. بيدرس ازاي هنخليك التليفون يعني؟ كلام جميل جدا. حضرتك طبعا قارئ في موضوع الطبيعة الوحيدة، انت بتؤمن ان يسوع له حضرتك انا مش فاضي دلوقتي. طيب يا حضرتك، طب انا مش هسألك اسئلة تانية. ممكن انا اتصل؟ ماشي حضرتك. تعرف ان قمص عبد المسيح بسيطة بالخير؟ طبعا. استاذ الدفاع اللاهوتي؟ ايوه. مشهور اشهر من نار على العالم. ايوه. انا حضرتك عملت معاه مناظر على الانترنت على برنامج البلطوق من شهر ونص. انا ليا غرفة اسمها مسلم كريستيان ديالوج. موضوع المناظرة كان هل أعلن يسوع من بص يا باشمهندس، أنا عرفت الموضوع دوت. أيوه. أيوه اتفضل. يعني ناس كلموني يعني كده. اتفضل بسمع اتفضل. ما أنا بقول لحضرتك إن هو دلوقتي مش ملك دلوقتي. أنا مش هسألك أسئلة، أنا بتكلم على موضوع المناظرة. هل حضرتك سمعت المناظرة؟ لا ما سمعتهاش. طب سمعت عنها بس. طب ممتاز، كلام جميل جدا. هل في امكانيه ان حضرتك تدخل الانترنت تسمع المناظره؟ المناظره مسجله على الانترنت، يعني حضرتك لو تعمل تكتب مثلا في البحث المناظره ما بين سعاده قمص عبد المسيح بسيط والشيخ اسامه عبد الله، هينزل لك التسجيل، ممكن تسمع المناظره بالكامل. في امكانيه؟ اسمعها عن نفسك بس، انا عاوز حضرتك تسمعها. يعني غلط ان انت تسمع مناظره، حرام. مش غلط، بس ايه نهايتها؟ انا هستفيد ايه؟ مش وتعرفون الحق والحق يحرركم. هذا هو. طيب
يعني حضرتك وبتقول ايات الكتاب اهو. طيب وتعرفون الحق والحق يحرركم، فتشوا عن الكتب. ايه المشكله حضرتك تسمع تسمع؟ ايه المشكله؟ look for the truth and the truth will set you free. ايه المشكله سعادتك؟ طبعا الوقت سعادتك قمص بسيط، وقعدنا بعشرات المناظرات، وكان المناظره الثانيه في عصمه الكتاب المقدس، وسعادتك قمص العرب رفض دلوقتي نصر بعد المناظره الاولى. نعمل احنا الوقت هو رفض مش رفض. امال ايه؟ نرجع ونساله. يعني ما انا سالته سعادتك، انا سالته. لا ما هو بص يا باشمهندس، المناظرات لازم يكون الفكر. نعم. وفي لازم يبقى الوقت طويل عشان نعرف نجاوب. كان ست ساعات حضرتك على كل حاجه نجاوب. ست ساعات سعادتك، ست ساعات كانت، ست ساعات. انا هشوف الموضوع ده. حاضر سعادة القصر بشرى، انا بشكرك على ادبك وسعة صدرك ومتشكرين جدا جدا وفي امان الله. مع السلامه. مع الف سلامه. طبعا الراجل مؤدب مؤدب ما في شك، لكن الكل سرعة دوت. كل ما واحد يتزنق انا مش فاضي، انا عاوز بس كل المسيحيين يركزوا في الاتصالات، كلام بادب، كلام باحترام، مفيش تريقة ولا استهزاء امامكم جميعا. فين الاجابة؟ ما في اجابة. اصل حتى لو جوا يدوب يقول ايه؟ يسوع على الارض كان انسان وكان طائع لله، خاضع للاب، صعب يسوع خاضع. اي دليل عندك؟ الكتاب المقدس يوحنا 20:17، اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهي والهكم. تمام. يوم القيامه خاضع للاب، ومتى اخضع له الكل؟ حينئذ الابن نفسه سيرضع للذي اخضع له الكل. مش كده بس، ومن كلام يسوع يوحنا 3:12، من يغلب ساجعله عمود في ايه الالهي، ولا اعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي. على الارض كان انسان والاب الهه، صعد الى السماء انسان والاب الهه، يوم القيامه انسان والاب الهه. متى سوف اكون اله؟ في المشمش، عندما تطير الخنازير، عندما تطير الخنازير هيكون اله. كان على الارض خاضع للاب، صعد للسماء خاضع للاب، يوم القيامه خاضع للاب. الله، ما فين التساوي بين الاقانيم؟ اذا كان هناك مساواه، لماذا الابن يخضع للاب ويخضع الابن للابن؟ لماذا؟ اذا كان هناك تساوي، اذا كان في مساواه في الدور، ليه يكون الابن خاضع للاب وليس الاب خاضع للابن؟ ليه؟ لان الابن الاب افضل. مين يقول كده؟ يسوع، ابي اعظم مني، ابي اعظم من الكل. وباطنا يعبدون وهم يعلمون. تعاليم هي وصايا الناس، انهم بالباطل يعبدون، فليس ما يعلمون من المجاهد سوى احكام بشريه، عباده باطنه من دون الله. تعبدوا الانسان، بتعبدوا الانسان يا نصارى. اتقوا الله، اتقوا الله، حرام عليكم. اتقوا الله، بتعبدوا الانسان. كان بيدخل الحمام يتبول يتبرص، هذا هو ربكم اللي بتعبدوه. بالمناسبه ما تقدر تقول لي صوته لاهوت ابدا. ليه؟ لان انتوا بتؤمنوا بالطبيعه الواحده. اللي كان بيدخل الحمام الاله الظاهر في الجسد، مش الناسوت، الاله الظاهر في الجسد. اللي صلب على الصليب الاله الظاهر في الجسد. اللي كان بيتبول الاله الظاهر في الجسد. اللي اتضرب على عصاه الاله الظاهر في الجسد. لان هذا هو الايمان الاقباط، الطبيعه الواحده. مفيش حاجه عندكم اسمها ناسوت اللاهوت، مفيش الكلام ده، مش موجود عند الاقباط. لان انتوا بتؤمنوا طبيعتين في طبيعه واحده، فتقدرش تقولي ناسوت ولا اللاهوت. اللي بعده. سافر يا فندم. سعادة القس عبد المسيح دانيال اسحاق. كيفك يا فندم؟ لعلك بخير انت والاسره الكريمه. رب بيتك وبارك تعب محبتك. وسام عبد الله مع سعادتك. خير ان شاء الله. سعادتك كنت في امكانيه اسالك سؤال في الدين لو سمحت. مفيش وقت سعادتك؟ ليه؟ طب الوقت المناسب لسعادتك امتى؟
ايه انا هاتصل بيه لما يبقى في وقت سعادتك تتصل بيه. سلام. سامعيني يا نصارى؟ سمعت انا في وقت يتصل بيه، هو معاه رقمه. ها الروح القدس اداله الرقم بتاعي. الروح القدس اداله الرقم بتاعي. القس عبد المسيح دانيال اسحاق. القس عبد المسيح دانيال اسحاق. كنيسه القديسه دميانة كفر الحنا اشمون. شيم والله اقسم بالله شيم والله عار عليكم والله. والله عار. عار على الكنيسه. عار. عار والله. والله ان الاقباط المفروض يخجلوا من الكهنه بتاعتهم. اي والله يخجلوا. مساء الخير يا فندم. سعاده القس فيليبس بداوي تدرس معايا؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. وسام عبد الله مع سعادتك لعلك بخير. انت قلت لي كلمه. وسام عبد الله مع سعادتك. اهلا بيك يا فندم. لعل سعادتك بخير. شكرا يا فندم. انا يعني قارئ بالانجيل في نص جميل بطرس مستعدين لمجابهه كل ما اسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، فكنت عاوز ولا فيني كان اسالك سؤال لو تكرمت. يا لا صوت حضرتك زي ما يكون صوت مميز كده زي ما كنت سمعته قبل كده سعاده القس فيليبس. طب سعاده القس على علم الاحوال انا مش هسالك سؤال. هل تعرف سعاده القس عبد المسيح بسيطه بالخير؟ ايوه ايوه انا في ايام السؤال هي دقيقه واحده بس. تعرف القس عبد المسيح؟ يا سعاده القس شكرا جزيلا معاك انت جزاك الله خير يا فندم. معاك لا اله الا الله مساكين. القس فيليبس بداوي تدرس كنيسه الحق امك يا رب كنيسه العذراء منيل داويد اشنون. مسخره والله العظيم مسخره. وانا بقول امام كل النصارى على الهواء مباشره الان بقول لكم امام الكل الان انا بطلب زي كان اتفقنا عشرات المناظرات وعشان تعرفوا اهو سواء اهو ابوكم بسيط الكذاب بعد الاتصالات سمعها قبول هذا الكلام. فانا بقول بطلب منه على الهواء يلتزم بوعده ويجي يناظر في عصمه الكتاب. امام الكل واللي يعرف الجميع من اللي بيهرب من المناظره. امام الكل اهو مسلمين ومسيحيين عشان الكل يعرف على العلن مين اللي هربان من المناظره بس كده. يلا نكمل. إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر كبير كل قدر. باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل
جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.